شو يعني خلصك منه؟ يعني زيحه من طريقي. وانت ليش عم تطلب هالطلب مني انا بالتحديد؟ انا شو دخلني؟ ولو يا عمري، انت دخلك ودخلك كتير كمان. اول سبب لازم تلاقي طريقة وتوفي فيه الديون اللي عليك إلي، والسبب الثاني ما شاء الله العلاقات بينك وبينه كتير حميمة، وصار في روحات وجيات واستشارات واللي منه. هذا الكلام ما له مزبوط. لا مزبوط؟ وهيك تفكريني ما بعرف؟ أنا بعرف، ولا تفكري إني ما عندي خبر وقت اللي استنجدتي فيه، وقت اللي ما طلع لي شيء بسيط عدنان، بعرف كل شيء. مو صحيح هاد الكلام حجي، مو صحيح. على كل حال هاد مو موضوعنا. اوعك تفكري اني زعلان منك او عتبان عليكي، ابدا. انا زعلان من شانك. مين هاد المسكين يلي وز بعقلك لحتى تخلفيني؟ حجي انا هاد الموضوع ما بقدر اعمله، شوف حدا غيري. بتقدري وبتقدري منيح. انا ما عم بطلب شيء، انا عم بطلب نتفق على طريقه نخلص منه ونرجعه مطرح ما كان. وين يعني مطرح ما كان؟ عالسجن. بس قبل هيك في معلومات لازم اعرفها عنه، وفي شخص كمان مخبيه بدي اعرف وينه، وهذا الشيء ما حدا قادر يساعدني فيه غيرك انتي، لانك انتي بتعرفي كل شيء. مستحيل حجي، انا هاي اللعبه لا يمكن اني اتدخل فيها. خلص حاجتي، قررت اني انضف، وبتخيل انه هذا من حقي. انت بتنضفي بحاله واحده بس، انك تخلصي القصه كلها. بعدين ما في شيء اسمه مستحيل. ممكن بالاول تحسي انه الموضوع صعب، بس اذا بتفكري بالبدائل يلي عندي راح تستسهلي الامور كثير. عم تهددني؟ علما قال لي انا عم هدد. بس انت من غير ما تهدديني ضريتيني. تعرفي سوسو، صدقيني ماني حابب تكون هالمواجهه هلا بيني وبين اخوك طارق. تخيلي هو واقف مطرحك وانا عم بحكي له شي بينحكى وشي ما بينحكى، وفهمك كفايه. لذلك يا قمر بتمنى تكوني شاطرة بإرادتك ورغبتك أحسن ما تكوني شاطرة غصب عنك. أنا جاي خبرك بقراري بخصوص اللي طلبتيه مني. ما في مشكلة أحمد، أنا أساساً متوقع من بكرة رح دور على محامي تاني عادي ولا لا لا بالعكس، أنا جاي لك أني موافق. عن جد عم تحكي؟ طبعا عن جد، ما انت بالاخير منا وفينا وهذا واجبي. اخي لعينك، عن جد ابن الاصل بيضل ابن الاصل. ولو شو عم تحكوا؟ اهلين زميره، يا ستي عم نحكي مشان الوكاله بخصوص القضيه. ايه ما احلاك ما توافق، شو نسيان يا سيد احمد انه امي لا تعب عليه؟ لا والله ماني نسيان. ابن الاصل ما بينسى، الله يرحم هديك الايام. دخيل عينك، بكل الاحوال امتى ما فضيتي انا جاهز مشان ننزل نعمل وكاله، ماشي؟ ماشي. هلا بكم تسمحوا لي، عندي شغل كثير ضروري بالمحل. شرب قهوتك. دايمي والله مستعجل كثير. يلا باي. احمد شكرا كثير، عن جد انا كثير ممنونتك. شو الغلاظة ولا ايه؟ يلا روحي زمري، هي امك يعني هذا واجبك، فهمتي؟ باي. باي. كملي، قلتي لي كان عم يهددك رؤوف. كل الحكي اللي حكيت لك اياه عم يجرحني كل لحظة. اللي صار بيني وبين رؤوف ما صار لأني أنا حبيته أو عشقته، صار غصباً عني لأني أنا كنت مضطرة.
أنا نمت وفقت لقيت حالي عم ربي إخواتي البنات وطارق عم يترك دراسته. كنت مجبورة. طب أنت قلتي لي إنه طلب منك تخلصين مني، كيف؟ أرجوك لا تقاطعني، أنا متوترة كتير وحابة إني أحكي لك. ليش ما بدك تسمعني؟ أنا ما عم أقدم مبرر لحالي وما عم أقول إنه أنا ما غلطت وما عم حاول أقلل من قيمة الغلط اللي أنا عملته، بس أنا بدي إياك تفهم شغلة، إني أنا كنت مجبورة وما كنت أقدر أقول لا، كنت مضطرة إني أنا أقول إيه. أساساً أنا ما كنت أعرف أقول لا، أنا هاي تعلمتها منك، أنت علمتني أقول لا، بس للأسف علمتني إياها بوقت كتير متأخر. شكلك مو كتير حابب تسمع هاد الحكي. إيه طلب مني إنه أتخلص منك، بده يلفق لك تهمة تانية عن طريق شخص أنت بخبيه عندك أنا ما بعرف مين. أنا هلأ ما عاد فارق معي شيء، بيقول لطارق، بيقول للدنيا كلها خلص، أنا كل شيء ممكن أخسر وخاف عليه، بعتقد أني أنا خسرته بهاللحظة. أنا من البداية وعدتك أنه أحميك، من البداية وعدتك أنه ما خليه مارس عليك أي ضغط أو يهددك، وأنا رح أتصرف. أنت هلأ عم تخبرني أنك عند وعدك لإلي؟ أنا بعرف أنه أنت عند وعدك وما في شيء رح يتغير، أنا كمان مو هذا اللي ناطرته منك، أنا ناطرة أشوف لو نظرة من عينك بس فيها لو تبرير صغير لكل اللي حكيت لك. شو يا أبو سمرة؟ كأنك مانك نايم من امبارح؟ ما اجاني نوم. ايوه لا مبين انك معبي وقتك تمام. سامر احكي لي شو صاير معك؟ معي؟ معي كل شيء. بدك مصاري؟ معي مصاري. بدك سيارة؟ معي سيارة. بس للأسف أخلاق ما معي، أخلاق ما معي. إيه وإن شاء الله بس عم تسكر عم تتحسن أخلاقك. بس عم أنسى أني بلا أخلاق. لك سامر شو صار لك؟ جنيت؟ أخي أنت شو جابك لعندي هلأ؟ شوف قديش ساعة. الشغلة بدها ذوق. عم تقلعني؟ شطبوني من دفاتركم، اعتبروني متت، افتحولي عزا. إذا بتفتحولي عزا أنا أول واحد باخذ بالخاطر. كبس علي النعس، بدي نام. اوكي طيب انا رح اتركك تنام وترتاح، بس تصحصح وتبطل سكران حاكيني. ما رح بطل وما رح صحصح، واذا ما دقيت لك لا تجي لعندي. الله معك. حاضر يا ابن خالتي، مثل ما بدك. سلام. عمو بيجوز حضرتك ومحطوط بالصورة من البداية، أمي كانت كتير موافقة ومبسوطة هيك لحتى وصلنا على بيت حنان، مدري شو صار لك قلبت 180 درجة. طيب ما خطر لك تسأل خالك أو حدا من قرايبينك؟ بركي في شي مخبيته عنك. عمو نحنا ما عنا قرايبين هون بالشام، بس يعني اللي ما عم بفهمه أنا أنه شو هذا الموضوع اللي كتير كبير ممكن أمي تحكيه للعالم وما تحكي لي إياه. أنا أمي مثل الرفاعة، ما منخبي شي على بعض. أنا اقترحت على حنان
انه حدا منا يعمل محاولة مع الوالدة، بركي بنحسن نصل لشي. انا اقرب حدا لامي، يعني مستحيل تخبي شي علي. مصطفى نحن ما رح نخسر شي، يعني احتمال عن جد انه امك يكون في شي ما بدها تقلك عليه. انا مع حنان. شو رأيك انا احكي مع الوالدة اذا ما عندك مانع؟ لا طبعا انا ما عندي مشكلة، اهلا وسهلا. بس يعني بصراحة ما ملاقي طريقة لحتى قدمك لها. ما في مشكلة، هي كتير سهلة. على اساس بابا استاذ عنكم بالجامعة، هيك احسن شي. من بعد اذنك بابا. ما عندي مانع، المهم تنحل. ان شاء الله تنحل يا ريت. مع انه انا كنت عم شوف انه نأجل الموضوع ونعطيه شوية وقت لحتى احسن مع هلا. مصطفى عمي دق الحديد وهو حامي، كمل فنجانك خلينا نمشي. يلا عليك يا خانم، كم مرة نصحتك؟ كم مرة نبهتك؟ ما رديتي؟ شو عمل لك؟ هذا الموضوع خلصنا، ما عاد ينفتح نهائيا. اصلا انا مالي جاي احكي بهذا الموضوع، انا جاي احكي بغير موضوع. هاتي لنشوف شو في غير موضوع. موضوع ماما، امك بدها تتطلق. طبعا، لانه حبيب القلب صار جنبها، لذلك ابوك يا رؤوف صار كخ، ما عاد ينفع. طول بالك بابا الله يخليك، احتمال الموضوع مو مثل ما انت عم تفكر، يعني ما بتوقع لهالدرجة. لك بنتي هي قالتها بعضمة لسانها. طبعا بعد ما كانت مرمية مثل الكلاب بالشوارع وانا ضبيتها. روق بابا الله يخليك، خلينا نفهم هي ليش هيك عم تعمل، بجوز يكون عندها أسبابها مثلا. ليك نيراي ما تصرفت اي شيء، تاركها. تعرفي ليش؟ لاني بشفق عليها. طيب شو رأيك انا هلأ روح لعندها واحكي معه وافهم منها شو صاير، بركي منقدر نحل هالمشكلة بقى ونخلص. اوعك ها، ما بتحكي معه ولا كلمة ولا بتخلي حدا يتدخل نهائيا. انا هيك بدي، راح اتركها هيك مثل البيت الوقف. والله يا عميت اهلا وسهلا يا استاذ كريم. الله يخليكي، عزبناك يا مصطفى. يا عبشون ما في شي من واجبك. الله بيعلم مصطفى قديش بحبك. الله يخليك يا رب، يا ميت اهلا وسهلا. شكرا شكرا شكرا. يسلم والدين امي. الله يسلمك. يلا عن اذنكم. وين امي؟ خليكي قاعده معنا شوي. يعني انت بتترككم على راحتكم؟ لا امي تفضلي عادي، لا غنى عنك. الله يخلي لي اياك. طيب استاذ رفاعي لجوا اجيب لك الورق. اي والله يا ريت. ما شاء الله، شو هالشب اللي عندك؟ الله يخلي لك اياه يا رب. ابو ضاي تسلم. الله وحده اللي بيعلم شو تعذبت بتربايته. كنت ام واب وحنونه وقاسيه، بس الله جبر بخاطري وشفته شب. الحمد لله. ام مصطفى ما في شيء بيضيع عند رب العالمين، الله خلي لك اياه وان شاء الله بتفرحي فيه وبولاده كمان. امين يا رب، الله يبعت له ايام احلى من الايام اللي انا عشتها، ويشبر قلبي هيك وينوله عيشه كريمه. آمين يا رب. كأني فهمت إنه خاطب زميلته حنان، ما هيك؟ لا أعوذ بالله، ما في شي من هالحكي بلو، هو هيك قايل لك؟ لا لا أبداً، بس كأني هيك فهمت. شوفي يا مصطفى، صحيح أنا دكتور بالجامعة وأستاذهم، بس أنا بتعامل معهم هيك شغل شباب يعني. فيك البركة أستاذ، بس أنا ابني مو خاطب حدا، والزواج اسمه ونصيب، كان في هيك شيء والله ما رد. اها والله غريب، يعني انا ماني شايف اي مشكله يا مصطفى. الولد قبضاي وفهمان وهي مرباي. انا ما حكيت شيء، البنت ما في منها وعلى سلامتها واحسن منه كمان. بكره ان شاء الله بينساها وبيلاقي بنت حلال وبروح براسي بخطب له اياها وبفرح فيه. بس هو ما خبرني بهالشيء. رح يخبرك ان شاء الله عن اذنك. ام مصطفى دخيل عينك، بس اسمعيني منيح، أنا الولد بيهمني أمره، بدي أفهم منك شو عم يصير معه. يا أستاذ كتر ألف خيرك، بس هذا موضوع عائلي مثل ما بيقولوا البيوت أسرار، وأنا ما بقى حابة أحكي بالموضوع. ما اختلفنا. هلأ أنا كأستاذ بالجامعة عم لاحظ عليه أنه عم يشرد كتير، أنا ما بدي الولد يضيع، أرجوك. لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا أستاذ ما عندي رد اللي حكيته، الله يوفقك. أحسن شي بينقال بهيك قصص، ما في اسمه ونصيب، وما حدا بيموت بلا حدا. عن إذنك.